السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعرف واحد منكم من يجيد حلب النوق؟ هل حقا يا سيدي انك مالك بن الريب؟ اجل. وان عتبة، اسمي عتبة، لقد كنت اسمع انت وعن صاحبك عندما كنت صغيرا. اوصلها الى الامير. ما اطيب مذاقها. قد احسن ابن الريب. بلى ايها الامير، فقد وجدته خير من يحسن اختيار الناقه الحلوب واغزرها درا، وانه والله احسن من يبس الضرع. فبعث به الي ايضا. السلام عليكم. وعليك السلام. قد طلبتني ايها الامير. اجل طلبتك يا ابن الريب بعد ان وصف لي فعلك بين الابل وتخيرك لتلك الناقه وما جاءني منها. هنيئا لك ايها الامير. لقد حيرتني في امرك يا ابن الريب، وقد وصف لي ذلك الجندي انك خير من يبس الضرع، ولولا ما نحن فيه وعلمي انك فارس لا يشق له غبار، واحسب انك ندا لفرسان العرب والعجم، واني ادخرك لما هو اعظم، لولا هذا كله لعرضت عليك امرك. عذرا ايها الامير، قد قلتها لما هو اعظم. ما تبعتك ايها الامير الا لاستدرك على نفسي مجاهدا في سبيل الله، واسال الله عز وجل ان يغفر ما تقدم من ذنبي. إذن لي ايها الامير. لك ذلك، انما اردت ان اشكرك على صنيعك. قد فعلت، قد فعلت ايها الامير. أستحي إذا الحرب شمرت أن أرخي للحرب ثوب المسالم، وما أنا بالثاني الحفيظة في الوغى ولا المتقي في السلم جر الجرائم، ولا المتأني في العواقب الذي أهم به من فاتكات العزائم، لكني مستوحد العزم مقدم على غمرات الحادث المتفاقم. سمعت ما قلت، فما الذي دفعك إلي؟ قل لي أيها المعلم، وأنت خير من خبر الرجال وعرفهم. ماذا؟ أتراني رعايا ابن، بل فارس قل مثيله. أترى أن موضعي تحت أضرعة النوق أم على صهوة جوادي في ميادين القتال والبغاء؟ بل في هذه التي ذكرت. نعم نعم، هذه منزلتي ولا أكون في غيرها.